مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم دائما وأبدا بكل خير. أعزائي المشاهدين، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. مباراة هذا الأسبوع وهي مباراة مؤجلة. الآن إلى شريط الأحداث الرياضية، نشوفها اللي انتهت بتعادل فريقين بهدفين لهدفين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسعدني أن أكون معك كضيف، وإن كان هذا موقف غير اعتيادي بالنسبة لي. هذه المباراة شهدت أول نقطة لنادي الشمال، هل هو بذاك الفريق الذي يوقف الكبار؟ شاكرين لك أبو خالد على حضورك، ونتمنى تواجدك معنا. شكرا جزيلا.